الفن دايما بيناقش قضايا مجتمعيه. حقيقي. ايه القضايا المعاصره اللي يمكن ناقشها العروض او ناقشتها العروض اللي اتقدمت في المهرجان؟ والله ابرزها يعني. لا، قضايا كتير جدا يعني. كان ابرزها مثلا عرض الافتتاح اللي هو اللي عمله الاستاذ وليد عوني اللي حضرتك اشرت ليه في المقدمه. هو كان عرض بيتناول يعني القضيه الفلسطينيه، بيتكلم على الاحداث اللي بتحصل في فلسطين والاحداث اللي بتحصل في غزه. والجميل فيه ان هو برضو كان من خلال تعبير حركي، لان الاستاذ وليد عوني هو انشا مدرسه الرقص المسرحي الحديث، فهو كان عامل العرض بتاعه لوحات بتعبر عن كل الهموم وكل القضايا اللي موجودة في فلسطين وكل المعاناة اللي بيعانيها الشعب الفلسطيني. فده كان من الموضوعات. في أيضا عرض من جنوب أفريقيا بيتناول قضية الماء، وإزاي أن المية دي هي الحياة بالنسبة للإنسان، بيتناول بشكل إنساني. في برضو من العروض اللي موجودة هتلاقي في عروض عن نصوص عالمية، زي مثلا ماكبث. ده عرض مصري بيمثل مصر، اللي هو اسمه ماكبث المصنع. هو المخرج متناول أحداث قصة ماكبث لشكسبير داخل مصنع، وازاي عمل نفس احداث ماكبث بس في مصنع. بس هو عامله بقى بطريقه جميله جدا، ان هو متناول موضوع الثوره الصناعيه. ماكبث الاصلي كان يعني في شويه ايه تلميحات كده واسقاطات على الثوره الصناعيه، هو هنا بقى عامل الموضوع على الثوره التكنولوجيه. فهو خد من القضايا الموجوده في عصرنا الحالي وراح عمل لها اسقاط على النص بتاع شكسبير. فالمهرجان فيه قضايا كتيره جدا يعني، كل عرض بيقدم هو بيحمل قضيه لدوله معينه وهم للدوله اللي هو جاي منها، بالاضافه طبعا الهموم الانسانيه. يعني هتلاقي فيه قضايا انسانيه كتيره جدا، يعني من القضايا التحرش برضو كانت موجوده في عرض من العروض. من القضايا هتلاقي قضيه العلاقه بين الرجل والمراه، اللي طبعا دي كل عروض كتيره بتتناولها. الأبناء وعلاقتهم بالآباء وعقوق الأبناء للآباء. يعني كلها قضايا إنسانية وقضايا يعني تنفع أن هي تقدم تمام لكل دول العالم. طيب، ده بالنسبة للعروض. هل في فعاليات تانية في المهرجان خلال 11 يوم؟ أكيد في فعاليات طبعا مختلفة، منها الورش. في 7 ورش واثنين ماستر كلاس. الورش بقى في التمثيل، واللي بيدي الورش دي مدربين من كل دول العالم، يعني من اليونان ومن ألمانيا ومن السويد، من كل الدول. والورش متنوعة ما بين التمثيل، ما بين السينوغرافيا والديكور، ما بين الإضاءة، ما بين فكرة ازاي انك انت تعمل مسرحية بإنتاج بسيط. يعني في عناصر مختلفة جدا برضو، وما شاء الله يعني في ناس كتير قدموا في الورش دي متدربين، وبيكتسبوا بقى الخبرات دي من هؤلاء المدربين العالميين اللي زي ما قلت لحضرتك ان هو من كل دول العالم. بالاضافه لفي ماستر كلاس برضو، ده موجود في المهرجان، بيتناولوا بقى قضايا من قضايا المسرح وبيتم المناقشه فيها، او فنان مثلا مسرحي كبير متخصص في مجال معين بيشرح بقى وجهه نظره في المجال وبينقل خبرته من خلال هذا الماستر كلاس.